بشرة خير والله وهلت والبركات في البيت حلت الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات بالصبر ما تعبوا هتهون ومشاكله معانا اتحلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا يتجدد معكم اللقاء لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم كل ما هو جديد وسعيد ومفيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد هنا وهنا بس في بشرة خير على شاشة الصحة والجمال. في كل أسبوع في المعادة زي ما تعودنا من سنوات هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نقوم بتجميع الرسائل والإجابة عليها في وقتها في معظم الأوقات، ونستخدم الرسائل أكثر مناقشة الموضوعات العامة للإجابة عليها خلال الحلقة بإذن الله. أول رسالة: لو سمحت يا دكتور، أنا حامل في الشهر الأول بس دايما عندي التهابات، دكتور كتب لي على البوس مهبلي، هل هو خطر؟ لا مش خطر. آخر دورتين الفرق بينهم 31 يوم، وقبل كده كانت منتظمة 28 يوم، والنهاردة اليوم 31 من آخر دورة أشعر بألم أسفل البطن ونزول إفرازات بنية خفيفة ويوجد طعم مر في الفم، هل بحس فيه من أعراض الحمل؟ يا أخوانا، الحمل لا يعرف بأن واحدة تتصل بيا تقعد تشرح مثل هذه الأقاويل. الحمل يعرف باختبار حمل، اللي تشك أنها حامل تعمل اختبار حمل، نقطة ومن أول السطر، ده هو الدليل لتشخيص الحمل. لو سمحت دكتور، متزوجة من 6 شهور ومن ساعة ما اتجوزت من أول يوم التبويض بحس بألام فظيعة لدرجة ما أقدرش أستحمل، وأول ما ظهري ببقى كويسة والوجع بيفضل ممتد لحد وقت الدورة. رحت الدكتور من شهرين عملت سونار بهالي، قال لي مفيش حاجة بس التبويض ضعيف، واداني كلوميد وحقن. الشهر التاني رحت له اداني كلوميد، ما رحتش تاني، كشفت عند حد قال لي التبويض كويس. عايز أعرف سبب الألم وهل له علاقة بالحمل؟ نعم، قد يكون له علاقة بالحمل، ويجب متابعة طبيب جيد متخصص في مجال تأخر الحمل. هل النشاط الزائد للغدة الدرقية يؤثر على الإنجاب؟ نعم، النشاط الغدة الدرقية والخلل فيه سواء زيادته أو نقصه يؤثر على الإنجاب، وإن كان التأثير بتاعه بطريقة غير مباشرة. أنا عملت تحليل الشهر ده وبعت هي التحاليل، التحاليل لا تبدو أنها مثالية، لكن يبدو أن احنا محتاجين أن حضرتك حد يعمل لك سونار مهبلي ويتابع بالسونار المهبلي عشان يقدر يحكم هل في مشكلة أم لا. عندي استفسار: متزوجة من 2 سنين ولم أرزق بأطفال، إن شاء الله يحصل عن قريب. زوجي بداية الزواج كان كمية سائل منوي عنده قليلة وحصل حمل بس كان ضعيف، ليس من أسبابه السائل المنوي على الإطلاق، بس من 7 شهور انقطع السائل المنوي تماما، ورحنا لدكتور ذكورة قال إن الأفضل نعمل حقن مجهري إن العلاج مكلف ومش هيجيب نتيجة. أنا مش فاهم الحقيقة انقطع السائل المنوي يعني مفيش خروج لسائل منوي، ولا تقصدي إن مفيش حيوانات منوية ومش هيجيب نتيجة في حالته؟ عشان هو مريض سكر. تمام كده بقى الكلام اتضح. المرضى السكر لا يؤثر على الإنجاب، السكر لا يؤثر على القدرة على الإنجاب، لا يؤثر على عدد الحيوانات المنوية، على حركتها، على تحليل السائل المنوي. لكن الناس اللي عندهم درجات متقدمة من السكر وسكر بقاله فترة طويلة ولم يتم علاجه جيدا وغير منضبط، ها السكر ده اللي بيعمل المنظر ده له مضاعفات. من مضاعفات السكر الآتي: ان يحصل ضعف في الانتصاب، لانه بيأثر على الاعصاب المسؤولة عن الانتصاب، وكمان يحصل لحضرتك بتقولي عليه لزوجك ده، يحصل حاجة اسمها ريتروجريد ايجاكيليشن. مهمة الكلمة دي، يمكن ما جبناش سيرتها كتير قبل كده في الحلقات، ففرصة ان احنا نتكلم عليها. الناس اللي عندهم مشاكل في اعصاب الحوض، الرجال المفروض ان لحظة القذف بيبقى فيه عضلة، هذه العضلة تغلق باب المثانة عشان ما يبقاش للسائل المنوي اي مخرج سوى قناة مجرى البول، سوى القضيب الى الخارج الى المهبل عشان يحدث حمل. فاذا حدث ضعف في الاعصاب الحوضية بسبب
مرض عصبي بسبب التهاب في أعصاب الحوض بسبب سكر غير منضبط ترتخي عضلة عنق المثانة، وبالتالي لحظة القذف الرجل يشعر بالقذف ويشعر بخروج السائل المنوي ويشعر بهزة ورعشة القذف، ولكن السائل المنوي لا يخرج إلى القضيب لأنه يجد عنق الرحم عنق المثانة مفتوح، وبالتالي الأسهل له أن السائل المنوي يرجع إلى المثانة. وده بنكتشفه من ان الراجل يقول انا بحس بالقصف مفيش سائل منوي بيخرج، نقوم نقول له هات لنا عينه بول بعد القصف نلاقي فيها حيوانات منويه. طبعا العلاج مكلف، يجب ضبط سكره جدا الراجل ده بعيدا عن الحمل عشان مصلحته عشان صحته، ويمكن التفكير في الحقن المجهري. طيب ناخد مروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتور، انا قبل كده حملت 6 مرات. أيوة. اول حمل نزل في الشهر السادس كان عندي تسمم حمل، تاني حمل نزل في الشهر الخامس جيب المايه اتفتح، تالت حمل النبض ما جاش، رابع حمل يا دوبك عرفت ان انا حامل الحمل نزل يعني. ايوه فهمت. خامس حمل اللي هي بنتي عملت فيه عمليه ربط، وكنت باخد هيبارين حقنه يوم بعد يوم لحد الشهر السابع، وبعد كده الحمد لله جبتها يعني ولدتها قيصري. ايوه. تاني حمل برضو نفس الحكاية، عملت عملية ربط ويوم بعد يوم حقن هبارين تحت الجلد ولدتها قيصري. دلوقتي أنا حامل في أول الخامس وبرضو باخد حقن هبارين تحت الجلد، فأنا عملت عملية ربط دلوقتي. طيب. يا دكتور أنا في أول الخامس، السؤال الربط وقع، هعمل إيه؟ ولا حاجة، تدعي ربنا إنه يكمل على خير. الربط وقع يا دكتور. سمعت يا فندم، بقول لحضرتك تدعي ربنا إنه يكمل على خير. لأن طيب اسمعيني من خلال التلفزيون، اسمعيني من خلال التلفزيون، ولا شيء، وتدعي ربنا انه يكمل على خير. حضرتك بتكلميني علشان عايزه مني، انت بترمي لي الكره كده في ملعبي عشان عايزاني اقول لك اعملي الربط تاني. لا يمكن اجراء الربط الحقيقه بعد انتهاء الشهر الرابع من الحمل. الحمل عباره عن رحم موجود في الرحم وفي عنق رحم مدلل للمهبل. بداية من الشهر الرابع بيبتدي الرحم يعلى الى البطن ويشد معاه عنق الرحم. عند الشهر الخامس لو حاولنا نلاقي عنق الرحم ما بنلاقيهوش، بنلاقيه فلاش مع الفاجينال فولت، يعني اتشد لفوق لدرجة ان ما بقاش بارز من المهبل عشان نمسكه ونربطه، فما فيش مجال لعمل ربط تاني مرة اخرى. واللي يقول لحضرتك ان هعمل ربط هيخش ومش هيعرف يعمله، تمام؟ واذا قال لحضرتك انه عارف يعمله فهذا ادعاء. لكن يعني ناخد أدوية مقللة للانقباضات ومقللة للانفجار المبكر لجيب المية، وندعي ربنا انه ما يحصلش بإذن الله تعالى. طيب في هنا انا فاضل لي 9 ايام وخش الشهر الثالث والدكتور قال لي النبض كويس. في السيدوفاج نعم. ميرسي على مجهوداتك الصادقة. ما سبب وجود سائل خلف الرحم ولم أنجب؟ وهل السائل يقلل من فرص الحمل لدي؟ ده سؤال مهم الحقيقة، وسؤال الحقيقة يعني بعض غير المتخصصين في تأخر الحمل من الأطباء مش هيعرف يجاوب عليه. الستات اللي عندهم سوائل في الحوض لازم نبقى عارفين السوائل اللي في الحوض دي أولا هي السائل ده نوعه إيه؟ مية ولا دم ولا إيه؟ وموجود في أي توقيت؟ لما تيجي ست تقول لي انا عندي ميه في الحوض في وقت التبويض، ما ده العادي ان انفجار اكياس التبويض لخروج او الجرايبات زي ما قلنا قبل كده علشان خروج البويضات هيؤدي الى ان يبقى في ميه في الحوض. لكن لما ست تبقى عندها ميه في الحوض على طول دي علامه من التهاب ورياكشن رد فعل من الغشاء البريتوني الحوضي. ده يا اما التهاب مزمن في الحوض ببعض الميكروبات خاصه ميكروب الكلاميديا، وهذه مؤثره بالسلب على الانابيب واهدابها وفرص الحمل. نمرة 2 دي احيانا رد فعل من الجسم لوجود مرض البطانة المهاجرة من درجات بسيطة التي لا ترى بالسونار والتي لا يمكن تشخيصها الا بالمنظار، وبالتالي وجود ست عندها تأخر حمل غير معلوم السبب لسنوات مع وجود مية في الحوض موجودة وواضحة ومتشافة ومتكررة وبعيدا عن ايام التبويض شيء يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، وهو في حد ذاته لا يؤثر. المية مش هي اللي منع الحمل، لكن اللي منع الحمل السبب الذي تسبب في وجود هذه المية. السلام عليكم. جزاك الله خيرا على كل مساعدة ونصيحة تقدمه كل محروم، الله يجعلها في ميزان حسناتك. متشكر لحضرتك جدا. أنا كاف سين من الجزائر، متزوجة من 10 سنوات، عمري 36، وزني 70، لم يحدث حمل لحد الآن. علما تبعت عدة أطباء عند في الجزائر، جميع الكشوفات التحليل حسب الأطباء جيدة وليس هناك سبب واضح لعدم الحمل،
بامر الاطباء استعملت ادويه منشطه، قمت بالتلقيح داخل الرحم اللي هو بنسميه التلقيح الصناعي، والتلقيح خارج الرحم اللي هي تقصد بيه اطفال الانابيب، ولم ينجح ابي ايضا. لم يسبق الطبيب طلب مني الكشف بالمنظار، وبالتالي لم اقم بهذا الفحص. نتائج تحليل اخيره للزوج، اللزوجة عاديه والحركه جيده والعدد كويس والشكل 72% جيد، دوره منتظمه. قبل الدوره باسبوع يحدث انتفاخ والم وتصلب في الثديين، دي علامه تبويض الحقيقه. كذلك الم اسفل البطن والظهر ونزول اعراض مباشره عن نزول الدوره. غالبا ما احس بصعوبه في نزول الدوره، هذا تاخر حمل مجهول السبب على حضرتك. اما اللجوء الى الحقن المجهري وتكرار المحاولات او عمل منظار بطن تشخيصي لبيان سبب عدم حدوث الحمل. تمام. السلام عليكم. يوجد ألم شديد بعد الجماع، وحضرتك نصحتني أعمل سونار مهبلي، ونزلت وعملت سونار، كان كيس مية حوالي 2 سنتي وليه 4 شهور متابعة، وهذه الأكياس لا تختفي وظهرت بعد تنشيط تبويض. المفترض أن الأكياس اللي بتظهر بعد تنشيط تبويض دي أكياس وظيفية، عبارة عن بويضة كبرت ولم تخرج، وتركها لحالها بيؤدي إلى اختفائها. فإذا لم تختفي بناخد إقراص منع الحمل فتروح، فإذا لم تذهب ده معناه أنها مش أكياس وظيفية. خلاص ابتدى يبقى في عندنا شك أن ده مش كيس وظيفي. والكيس اذا كان كيس مائي، اذا كان كيس مائي، لان كتير بيتقال لي ده انا عندي كيس ميه واعمل سونار الاقي ده كيس انسجه او كيس دم او كيس صديدي، وده اذا كان كيس مائي فهو لا يمنع حمل، لكن وجوده واستمراره سيمنعنا من اعطاء اي ادويه لتنشيط تبويض. واي كيس مستمر كده بدون زوال لعده شهور، هنا يجب البحث عن سبب هذا الكيس. دلوقتي الست دي ما بتحملش وعندها كيس ما بيروحش ومحدش قادر يديها تنشيط للتبويض عشان الكيس، هل هنا في دور لعمل منظار؟ نعم، عمل منظار علشان اولا ازاله الاكياس، نمره 2 بيان سببها، نمره 3 بيان الست دي ما بتحملش ليه. السلام عليكم. كم نسبه حدوث الحمل بعد عمليه دوالي الخصيه؟ اولا الافضل هو استشاره طبيب ذكوره، والاجابه طبعا الديبنس، هذا يعتمد على التحليل وسوقه ودرجه الدوالي وتاثيرها على الخصيه. انا عملت سونار في اليوم الحادي عشر، كانت البويضه حجمها 15 مللي، ثم اخذت حقنتين تفجيرين، هل هذا الحجم ممكن ان يحدث منه حمل؟ اي دونت ثينك سو، لا اعتقد هذا. طيب ناخد امال. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور علي؟ اهلا بحضرتك يا فندم. الامال التي اتيت اليك في الصيف 14. امال من الجزائر؟ نعم، الذي أظهرت 20 مرة. أي يا فندم، أهلا بحضرتك. ونصحتني بإجراء عملية حقن مجهري. أي. أجريتها هذا الشهر ولكن خرجت 7 أكياس وفاضية. 6 أكياس فارغة، لم يوجد فيها بويضات. واحدة فقط التي قال للطبيب يمكن تخصبها منها حمل، وأنا أنتظر في. نعم. تمام. لماذا تنصحني أرجوك يا دكتور؟ سن كم سنة مدام أمل؟ سن حضرتك 37. 34. نعم. طيب، وتحليل مخزون المبيض من البويضات كام؟ 0.8. المفروض لو التحليل مخزون 0.8 يبقى عدد ونوعية البيوض المنتجة أحسن من كده شوية، لكن العدد البويضات المنتجة أكثر دلالة من الرقم بتاع التحليل على كفاءة المبيض. والأرقام اللي حضرتك بتقوليها دي أرقام بتقول إن مخزون المبيض من البويضات أقل شوية من الأرقام اللي حضرتك بتقوليها دي. أنا أقترح على حضرتك الآتي، إذا لم يحدث تفضلي. عايزه اقول لك بس انا كنت شاربه حبوب من الحمل هذا الشهر. ايوه. واتصلت بك على الانترنت وقلت لي نسبه الحمل المجهري اقل. طيب. بماذا تنصحني؟ ارجوك اريد ان اتي الى مصر، معي اعطيني سنتر ولا مركز للاتصال بك، او اريد ان اتي معك في نسق. حاضر يا فندم، ده يشرفني. هو الحقيقة دايما أنا بتسأل السؤال ده، أنا مخزوني من البويضات ضعيف، وديني المركز كويس. أنا مخزوني من البويضات ضعيف، أنا أجي من الجزائر لمصر علشان أعمل حقن مجهري. طبعا المراكز في مصر أكيدا أكثر تطورا من الجزائر، والأخوة في الجزائر بيترحلوا إلى تونس أو إلى فرنسا عند الاحتياج لعمل حقن مجهري، ونادرا ما بيجوا للقاهرة. لكن
لما بيكون مخزون المبيض من البويضات ضعيف، دايما الرد اللي برده على السيدات ان حضرتك محتاجه توفيق الله اكثر كثيرا من مركز وكفاءته، لان هذه الحالات يعني ممكن نخش لمركزين، ومركز علمي تماما وملتزم تماما، ومركز تاني لا يتابع اي قواعد على الاطلاق، وناخد نفس العلاج ونفس الادويه ونفس المنشطات، وفي المركز الكويس ما نخرجش بويضات، والمركز التاني نخرج عدد بويضات مش هنقول مثالي لكن على الاقل معقول يسمح باننا يحصل منه حمل. فإذا لم يحدث حمل شهرين ونعيد تحليل مخزون المبيض المبيضات، وقد نلجأ لإعادة الحقن المجهري وليس بالضرورة الحضور إلى القاهرة، لأن الحقيقة مش هيبقى فارق كتير، لكن طبعا حضرتك تشرفينا في أي وقت وتنوري مصر، وطبعا هنحاول أن يكون في محاولات جادة لزيادة نسب حدوث الحمل، حتى لو 1% فإحنا اللي كسبانين للأسف. احنا الحقيقة عايز اخصص الدقائق الأخيرة في الحلقة دي للحديث عن موضوع مهم جدا، وهو الوهم الذي يروج للسيدات المتأخرات عن الحمل والحوامل. وانتوا عارفين ان ده يعني هدفي من هذا البرنامج من زمان، ان محاربة الخرافة والجهل في كل ما يتعلق بالحمل. دي من مريضات العيادة بتسأل على التبويض، يعني يا ريت تستخدمي دايما الاتصال بالعيادة. لو سمحت أحسن دكتور في مصر والوطن العربي، لست هذا وأرجو أن أقترب من هذا. لو سمحت كنت عايز أعرف رأي حضرتك في تناول أقراص لتريزول كمناشط لحالات تأخر الإنجاب، خاصة أن قرأت على النت أن يوجد تحذيرات من تناول هذه الأقراص أنها تسبب تشوهات جنينية. هذه التحذيرات اللي حضرتك قريتيها ده يروجوا سيدات، والسيدات يجب أن يفتوا في المحشيات والأكلات وليس في الطب، حتى لو قالوا أن الكلام ده نقلا عن أطباء، فاللي بيكتبوه السيدات على النت هراء. والليترازول عقار جيد جدا، والليترازول عقار أساسا اخترع لعلاج حالات سرطان الثدي بعيدا عن كل السامعات، ثم استخدم استخدام آخر في تنشيط التبويض، وحصل على موافقة منظمات الطب أو منظمات الدوائية العالمية لاستخدامه في تنشيط التبويض. وآخر هذه المنظمات هي أقوى منظمة طبية، اللي من بعديها بتسكت كل منظمات الدواء، وهي الـ FDA Food and Drug American Association، منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية، التي صرحت باستخدام هذا الدواء في تنشيط تبويض، ولم يثبت على الإطلاق أي زيادة في نسبة تشوهات الجنينية بهذا الدواء. وهذا الدواء له مميزات عن الأدوية المتعارف عليها بالفم لتنشيط التبويض، خاصة في المتكيسات، أنه ينتج عدد بويضات أقل وبأحجام أكبر وجودة أعلى وفرص حمل أعلى واحتمالية إجهاض أقل واحتمالية حدوث تنشيط زايد أقل. ومن الكفاءات الأخرى لهذا المرض استخدامه في تنشيط التبويض في مريضات البطانة المهاجرة، لأنه على عكس كل المنشطات قاطبة المتعارف عليها التي تنشط تبويض وتنشط مرض البطانة المهاجرة، فهذا الدواء ينشط التبويض ويهبط في ذات اللحظة مرض البطانة المهاجرة، لأنه لا يسمح بتركيز عالي من هرمون الإيتو والإستروجين مع تنشيط تبويض، وهو المغذي لهذا المرض. هذا هو القول الفصل في هذا في هذه الأقراص. ده عندنا أسئلة كتير جدا. ده ايه ده كله؟ لو سمحت يا دكتور، بعد ضبط هرمون الحليب والغده الدرقيه خسيت، هل تنصحني بالحقن المجهري؟ لانه ما صارش طبعا، انا مش فاكر الحاله قوي، لكن ارجو ان اكون رديت عليكي بالمفروض طبقا لرؤيتي للرسائل السابقه. انا سهير من العراق، وسبق ان رسالتك قمت بالاجابه على كل اسئلتي، جزاك الله خيرا. فعلا مشيت على نصائحك من خلال البرنامج، تم الحمل ولكن لم يكتمل نبض الجنين في الشهر الرابع لانعدام الماء حوله وكبر حجم بطن الجنين. سؤالي، هل التكيس له علاقه بهذه الحاله؟ مطلقا تكيس المبايض مؤثر بالسلب على فرص السيده في الحمل وعلى اول شهر ونص شهرين في الحمل التي تقودهم وتوجههم البويضة المنتجة في المتكيسات. من بعد الشهر الثالث في ما يقود الحمل هو المشيمة، وهذه الاختلالات من قلة المية ده يا إما ضعف في وظائف المشيمة، يا إما اللي بتوصفيه ده في الأغلب تشوهات متعددة في الجنين وكبر في حجم الرأس وضعف في وظائف الكلية أو ضمور في الكلية، فأدى إلى عدم إنتاج بول. انا كنت تابعت مع حضرتك من فتره، كانش بيحصل حمل، بعدين حصل لي حمل وتابعت عندنا، كان الحمل وجدوا ان الجنين مشوه، عنده ميه على المخ ونزل في الخامس، ولسوء حركه تحليل الزوج فيما بعد عملنا حقن مجهري، ودلوقتي في الاسبوع السادس بيقولوا حجم الكيس صغير ولسه ما فيش نبض. هل ممكن يكون السبب فعلا جينات وراثيه؟ الجينات الوراثيه لا تؤدي للميه الا على مخ الجنين،
ويمكنكم بالبساطة عمل تحليل للكروموزومات فنفي هذا، وغالبا مش هيبقى ده المشكلة. وضعف نبض الجنين في الفترات الأولى من الحمل قد يكون من سبب الجينات الوراثية، لكن السبب الأغلب والأعم هو سوء نوعية البويضات، حتى لو كان وقت الحقن المجهري بيقولوا لك البويضات درجة أولى وحقناها ومش عارف وحجمها إيه والكلام ده كله. السلام عليكم، متزوجة من 15 سنة، عملت 3 مرات حقن مجهري، كل يوم السحب كل مرة بتكون السحب بويضات فارغة، مع العلم إن سني 38 سنة وعملت تحليل المخزون طلع 1.82%، لا أظن إن هذا المخزون يؤدي إلى بويضات فارغة، هل هناك علاج للبويضات الفارغة ولا ينفع أعمل مرة أخرى؟ ذهبت للدكتور المرة اللي فاتت قال لي يجب أخذ 4 حقن تفجير بدل من 2، هل هذا صحيح؟ أولا زيادة حقن التفجير مش هيفيد بشيء غير يعني مش ده المعنى. هو نسمع بس السيناريو بتاع الست دي، 15 سنة متزوجة، كانت تروح لدكاترة يقولوا أنت هايلة وتبويضك هايل وما حصلش، كل ما كانت تراها على السونار الوقت هي اكتشفت ان كل ده كان وهم يصدر اليها، كل ما كان يرى على السونار كانت بويضات فارغة، كانت جريبات، كان يعتقد اطباء النساء ان فيها بويضات، لكنها لما راحت تعمل حقن مجهري لتأخر الحمل اكتشفت ان كل ما يرى على السونار هي اكياس فارغة. تكرر هذا بدل المرة 2 و3 و4، وهذا له اسباب من التحليل اللي هي بعتها، الاسباب لو التحليل صحيحة لا تفسر ده، وبالتالي هنا يصبح الشك ان في حاجة جينية في هذه السيدة، حاجة كروموزومية، حاجة في عوامل وراثتها تخليها تنتج بويضات سيئة وفارغة. وبالتالي تكرار الحقن المجهري للأسف ما بيحملش نسب عالية، خاصة ان اذا الحالة دي تكررت مرة احتمالية تكررها مرة تانية بتبقى اعلى، 3 أعلى 4، اللي مكتوب في كتب الطب ان اذا تكررت الحالة دي 4 مرات فنادرا ما هيبقى فيه مرة الست تطلع بويضات جيدة النوع. لكن لا يوجد سبيل امامنا ولا علاج لهذا ولا سبيل لده سوى تكرار الحقن المجهري اذا كنت تستطيعي الاستطاعة المادية والنفسية، راجيا من الله سبحانه وتعالى ان يهبك من خزائنه التي لا تنفذ ومن علمه الذي يفوق علم البشر والاطباء فوق كل ذي علم عليم وهو العلم كله. لو الانابيب مليانه ميه ملتهبه، الميه دي بتموت الجنين؟ ايوه، في علاج لهذه الحاله، فقط ربط الانابيب او فصلها او استئصالها. الكلام ده ثبت، وبالمناسبه نحيي المركز الاقدم لاطفال الانابيب في مصر واستاذنا واستاذتنا الدكتوره بلغار والدكتوره رجاء منصور، وكان هذا المركز له السبق في العالم كله، في العالم كله، انه يشير الى وجود سوائل داخل الانابيب حاجه بتقلل فرص حدوث الحمل بالحقن المجهري، ثم تطور الامر ان ده كمان يمنع الحمل الطبيعي. وكان المركز اول من كان له السبق في التوصيه بربط هذه الانابيب او فصلها او استئصالها لمنع نزول السوائل منها الى داخل تجويف الرحم واعاقه حدوث الحمل، سواء كانت الانبوبه الثانيه طبيعيه او اعاقة الحمل من الحقن المجهري. جزاكم الله خيرا، انا ام محمد السن 30 سنة. عندي رحم ذو قرنين، مخزون البويضات 97%، تحليل الاطباء بيقولوا كويس الا اخر طبيب قال لي عدد البيوض صغيرة كثير لكنها صغيرة الحجم، وكان هذا بدون منشطات، الدورة من 5 شهور غير منتظمة. طيب، جت بعد 48 يوم، ماذا افعل وما تشخيص حضرتك لحالتي؟ اولا القصة كده متعددة المراحل، اسمعوا بس كويس قوي هي بتقول ايه. عندي 30 سنة وعندي طفل عمره 4 سنوات وعندي رحم ذو قرنين، يبقى كل سيدة بتقال لها ان الرحم ذو قرنين يمنع الحمل، هذا يثبت بالدليل القطعي انه لا يمنع حمل. نمرة 2، عند حضرتك دورة منتظمة؟ أكيد دورة غير منتظمة الآن، أكيد في خلل في الهرمونات، لا أظن تحليل الهرمونات اللي حضرتك بعتها دي تحاليل دقيقة. المخزون بتاع البويضات كمان ما هوش مخزون مثالي، ما هوش سيء لكن ولا يمنع حمل، لكنه ليس من المخزون المثالي. حضرتك محتاجة تروحي لطبيب متخصص في مجال تأخر الحمل ويعرف كثيرا عن الهرمونات واختلالاتها. انا كان عندي سؤال لحضرتك، هرمون اللبن كان عالي وخدت 2 شهر والتحليل طلع كويس والنسبه قلت خالص، مش محتاجه العلاج، كنت باخد نفس الوقت منشطات، رحت بعد خلصت العلاج قالوا لي مفيش تبويض خالص ولازم نبدا من الشهر الجاي حقن منشطات عشان مفعولها احسن، وانا مش عارفه هي كده صح ولا غلط، نفسي يحصل حمل قبل ما انزل مصر. ايوه صح، وكرري التنشيط الدوره القادمه، ومعانا اتصال هناخده فين؟ طيب ماشي.
اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عادل معي؟ ايوه يا فندم، اتفضل حضرتك على الهواء، اتفضل. اهلا اهلا استاذ دكتور حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. ايوه مع حضرتك يحيى من قنا. انا جيت حضرتك لو تفتكرني يوم 9/9 وقلت لحضرتك انا يعني نفسي اشوف حضرتك في اي جامع في اي شارع في اي كذا، واشد على يد حضرتك على النصائح العظيمه الامينه اللي بتقولها في حضرتك في قناه الصحه والجمال. جزاك الله خيرا عنا خير الجزاء واجزاء، ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب. وابشر حضرتك الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا على علاج حضرتك والزوجة حملت والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم ربنا يتم لكم كل خير يا فندم. وربنا يجزيك علينا كل خير يا دكتور. شكر لحضرتك. دكتور حضرتك كان يعني في شهر 11 كده عملنا اختبار حمل، المهم رحنا لدكتور عندنا في ايوه وطلب منينا تحاليل. الحمله كل تحليل كانت كويسه، تحليل الحمل رقمي وهيموجلوبين وحاجات زي كده. يعني الحمد لله رب العالمين، هو سيولة والحمد لله رب وسكر والحمد لله رب العالمين كلها طلعت ممتازة جدا جدا الحمد لله يا رب دايما. وداني بعد كده علاج حضرتك اسمه فوليك أسيد وبلوبوس سايك بلوتيت سايكولوجيست. ماشي كويس سايكولوجيست. أرجكس أجراكس أجراكس غالبا أجراكس حضرتك. بعد كده رحنا له استشارة تانية قال تعال بعد فاشيروم مشينا على العلاج ده برضه علاج مش هبقى له. ممكن تاخذ بدل من كليكسان اسمه كالهبارين. كالهبارين 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 تمام. والبوس ثانية وده أنا بشم حضرتك اسمه دافستون برضه تمام ماشيين عليه تمام. ولبوس تانية اسمها برونجست. ما حضرتك قلت لي على السايكولوجيست وكتب لكم السايكولوجيست هو البرونتوجيست، بس ده مستورد وده مصري وده غالي وده رخيص والاثنين نفس التاثير. هنا حضرتك بتشعر من حوالي 3 أسابيع بالمعده مرض صحي انه انقباضات المعده وتعب في الجسم كله وحاجة ثقل في الدماغ. دي اعراض الحمل يعني دوخة. دي اعراض الحمل. دي اعراض الحمل. حضرتك احنا العلاج ده هو شغل دي وكده والعلاج ده كله عليه لمده لغايه اول الشهر التاسع تمام. هل ده يستمر عليه برضه لغايه الشهر التاسع؟ حاضر. ولا حاجه بس هل دي مثلا دي اعراض حمل طبيعيه؟ طبيعيه ولا طبيعية. حاجه ثانيه يعني طبيعيه يعني ما فيش خوف منها؟ لا ما فيش مثلا مسكنات للمعده حاجه كده ممكن ناخدها حاجه زي كده؟ لا ناخد حاجه للمعده، هو مش عذاب الحمل، ناخد حاجه للمعده لكن هي طبيعيه. طب شغل نستمر لغايه الشهر التاسع؟ حاضر هجاوب والله هجاوب. حاضر 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 حاضر. اولا مبروك، ثانيا انا متشكر جدا لذوق حضرتك وكلامك واتصالك. يعلم الله المجهود والتعب والضغط العصبي والنفسي اللي بيحسه من يمارس هذه المهنة ومهنتنا بالذات ومهنة امراض النساء بالذات وانا دونا عشان دي شخصيتي. والحقيقة يعني هذا التعب والهم اللي بشوفه طوال الاسبوع يزيله فقط اتصال حضرتك ويخلي الواحد بدل ما كان عنده هذا التعب والوهن والاكتئاب يبقى مقبل على الحياة ويحس ان مجهوده مجدي. مش عشان المدام حملت، الحمل هبة من الله يهبه لمن يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء فوق علم العلماء وفوق طب الاطباء، لكن عشان الواحد يحس انه بيمشي في خطوات صحيحة وانه متبع النظم وان في حد بيقدر الكلام. انا متشكر لحضرتك جدا. العلاج اللي كل الاعراض اللي زوجة حضرتك تحس بيها دي اعراض الحمل الطبيعي. حضراتكم يمكنكم رفع سماعة التليفون والاتصال بالعيادة أي وقت طوال الحمل للحصول على أي نصيحة طبية. نمرة 3، الأدوية اللي حضراتكم بتاخدوها أدوية جيدة جدا ومعظمها يوقف مع بداية الشهر الرابع. أما الأسبرين اللي مكتوب لحضراتكم في سورة أجراكس
والحقن اللي تحت الجلد اللي اتكتب لكم بديل للكليكسان ارخص منه شويه ولكنه ليس الاعلى كفاءه لكنه ارخص، يفضل الاستمرار عليها حتى بدايه الشهر التاسع حيث نضمن تماما الوظائف اكتملت للمشيمه والجنين اكتمل. اما ايقافها من السابع ليس هو الامثل. تمام حاضر. هل ممكن اجراء عمليه تلقيح صناعي مريض تكيس موبايل؟ ممكن بس نسب النجاح قليله. دكتور انت قلت لي خدي سيدوفاش 850 مع تنشيط الاباضه، هل اخد الكروميد مع السيدوفاش؟ طبعا. معانا الاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور انا اول حمل ليا كنت حمل ماشي طبيعي، وبعد كده وصلت لغايه الثامن في نص كان ليا 15 يوم في الثامن. ايوه. وجاني طلق ولاده وولدت ولاده مبكره. ايوه. والعيل قعد حبه ومات، وبعد كده حملت تاني وقعدت لغايه اخر السادس وبرضه حصلت ولاده مبكره، والبنت قعدت نص ساعه ورجعت ماتت. فانا بطلب من حضرتك ممكن تنصحني بقفل الحمل الجديد. حاضر، بس انا عايز اسال حضرتك سؤال، لما حصل ولاده مبكره اول مره خلاص دول يعني الاطباء اتاخدوا على اخوانه، تاني مره بقى الست دي كان ولدت ولاده مبكره قبل كده، نصحوكي بايه يختلف عن الولاده الاولانيه علشان ما يتكررش الولاده المبكره؟ ما نصحنيش باي حاجه خالص، انا كان بيجيني وجع ورحت اكشف قالوا لي ده تفاتيح. قبل ما ولد في المره في الشهر الثالث قالوا لي تفاتيح، كل ما اكشف تفاتيح. التفاسيح دي كلمه تقال على قلم الولاده الكاذب، وده بيبقى في الشهر التاسع. لو سمحتي اسمعيني، الست اللي حصلها ولاده مبكره متكرره قبل كده لازم نستبعد الاسباب الرئيسيه المتعارف عليها لولاده متكرره، ان يبقى عندها مثلا حاجز رحمي، ان يبقى عندها رحم ذو قرنين، ان يبقى عندها ضعف في عنق الرحم، ان يبقى عندها التهابات مهبليه غير معالجه جيدا ودي بتفتح عنق الرحم وبتفتح كيس الحمل وتؤدي لولاده مبكره، ان الست دي عندها اورام ليفيه داخل الرحم، ان الست دي عندها ادينوميوز يوتراي اللي هو رحم التغدد الرحمي اللي بيبقى فيه تضخم في عضله الرحم وهذا رحم متهيج وعصبي. بعض هذه الحالات يجب علاجها قبل، فالاورام الليفيه ممكن ان تزال، فالالتهابات المهبليه يجب ان تعالج جيدا من قبل الحمل، ثم عند حدوث الحمل يجب اخذ علاجات لمنع الولاده المبكره، يجب الالتزام بالراحه. استنى انت كل مره تقول لها الحمل مش مرض والست تعمل كل حاجه، ايوه دي عندها ولاده مبكره سابقه وعرضه لولاده مبكره انها تتكرر الحمل الجاي بنسبه 30%. طيب نمره 3 انها تاخد تعمل ربط، وهيجي بقى المبدعين اللي يجوا يعملوا لها سونار في نهايه الشهر التالت تقول لها عنق الرحم طوله كويس ومش محتاج انك حضرتك تعملي ربط، فتقوم بعدها بشهرين يقولوا لها عنق الرحم اتفتح وضعيف ونزل. تمام، لان تقييم عنق الرحم بالسونار لا قيمه له في الستات اللي عندها هذا التاريخ، ويجب عمل ربط، ولكن الربط في حد ذاته ليس هو العلاج، ولكن كمان يجب اخذ ادويه مهدئه لانقباضات الرحم اللي الست عماله تيجي لها انقباضات ولا تفاسيح تفاسيح روحي روحي خدي البوس ادعكي ظهرك. تمام، نمره 2 ان ناخد ادويه تقلل انقباضات الرحم وتقلل الالتهابات المهبليه مع المتابعه الجيده وندعو الله. السلام عليكم، ده رساله سؤال، اسف انا من العراق، ما اقدر اجي مصر عشان اشوفك، ما حد طلب كده تشرفينا. انا متزوج وعندي 2 اطفال وزني 55، قبل سنتين قررت نجيب طفل، رحت الدكتور شالت اللولب، اخدت سونار طلع عنده تكيسات، كتبت لي على الجلوكوفاج وفوليك اسيد ونشطات ما حصلش حمل. هلا جوزي ما بيقبل يتعالج عند الدكتوره لاني صار لي سنتين واخدت كتير وما حصلش نتيجه التكيسات، ما راحت. التكيسات لا تذهب، لا تنتهي، لا تختفي، تكيس المبايض ليس دور برد وسينتهي، تكيس المبايض مرض مزمن سيستمر ويزيد ويتطور ويزداد عنفه ودرجته، ولا شفاء منه والعلاج فقط يضبطه، وتكيس المبايض 80% من مريضاته بدينات وهم الحالات الأكثر لكنهم الحالات الأقل درجة والأقل صعوبة والأسهل في علاجها والأكثر استجابة، و20% من مريضات تكيس المبايض نحيفات وشديدات النحافة وهي الحالات الأقصى والأصعب والأعلى درجة والأقل استجابة للعلاج الدوائي والأكثر احتياجا لعمل منظار لعلاج التكيسات، وفي كل لا شفاء من تكيس المبايض. صباح الخير يا دكتور العرب، إن شاء الله تكون بخير. يوم 22 من الدهر في هذا الصباح لاحظت نزول دم، وكما تعلم اتناول حبوب ديان، لو سمحتي ثبتي موعد اقراص منع الحمل، ده نصيحه لكل السيدات عشان ما يحصلش الكلام ده. رحت للدكتوره، ده رساله تانية، وعملت صوره طلع عندي تكيس،
اعطتني ده، وهل اخد لاني اديان لاني قريت عنها انها تسبب جلطه وتسبب موت بعض النساء، فخفت منها. كل اقراص منع الحمل تزيد من نسب تجلطات الدم، وهذه منها، ولكنها نسبه حدوث هذه التجلطات في الدم لا تزيد عن 1%، وبالتالي لن نمنع 99% من الاستفاده من العلاج الدوائي، وفي احتياطات وفي موانع تقلل نسب الكلام ده جدا. وهل اتناولها باول يوم الدوره؟ بتتاخد ما بين اول لخمس يوم. وهل عادي اخدها مع الميتفورمين؟ نعم عادي تاخديها مع الميتفورمين، ويجب تثبيت الفتره ويجب فقد الوزن، وهذا شيء جيد جدا. هل بطانه الرحم المهاجره بتبان بالمنظار الرحمي ولا لا؟ لا لا علاقه لها بالمنظار الرحمي، بتبان بالمنظار البطن. وهل ليها اي اعراض؟ نعم لها اي اعراض، لها اعراض كثيره، ولكن اهم عرض ان ما يبقى لهاش اعراض على الاطلاق، وانها تمنع الحمل منعا شديدا لسنوات طويله وبدون سبب واضح. عندي التهابات مهبليه بيضه مصفره زي الجبنه مسببه الم اسفل ظهري، ليست بسبب الالم اسفل ظهر. وهل تحميل كانستين امنه اثناء الحمل؟ ايوه امنه، والحمل هو سبب الم ظهرك وليست هذه الالتهابات. طيب في موضوعين بس عشان قبل ما انسى، النهارده انا عايز اتكلم على الوهم والخرافه في الحمل. هذا العنوان موجود على احدى المواقع، على موقع جريده اليوم السابع، وهذه الموضوع اللي هقوله ده نقلته انا لصفحه البرنامج، تقدروا تتابعوه على صفحه برنامج بشره خير على الفيسبوك. مكتوب كده: كبر الانف اثناء الحمل له سبب علمي، ومش شرط يكون الجنين بنت، ما تصدقيش الاسطوره. مش شرط اي وهم من اللي بيتقال للستات يعني ان ولد وبنت. الستات بقى الخبره، الستات اللي ولدت قبل كده، الستات اللي معتبره انها ولدت ودخلت اوضه الولاده مره فاصبحت استاذ في علم امراض النساء والتوليد، الستات اللي جات لها الدوره ست مرات ورا بعض فمن حقها ان تفتي في مهنتنا اللي بنحصل فيها على ماجستير ودكتوراه ودكتوراه تخصصيه. ها؟ اصل انت شكلك وحش ده واد، اصل الواد بيوحش والبت بتحلي، اصل شعر راسك بيقع كتير، اصل بشرتك فيها حبوب، اصل مش عارف مناخيرك كبرت. كلام دهبل. تمام؟ اصل بطنك شكلها ايه تبقى بنت وشكلها كده، انت عارفه الولاد يخلوا البطن تبقى شمال، اما البت طبعا يمين مش شمال، فهبل. تمام؟ اصل بطنك صفطه من تحت، اصل بطنك بقى من تحت، اصل انت حامل في جنبك، اصل انت حامل في بطنك، اصل انت حامل في مناخيرك، اصل انت حامل في صدرك. مفيش اي حاجه من الكلام ده تقول ولد ولا بنت. لا اصل انا حلمت ان هو ولد، اصل طنط زيزي قالت لي ان انت هتجيبي بنت، اصل كل هذا الكلام. الحركه والله يا دكتور مختلفه جدا عن الحمل اللي فات، اصل حركه البنت بتبقى هاديه وحركه الولد بتبقى هايجه جدا، فالحركه هايجه جدا فاكيد ده ولد. اقول لا ايوه ده بنت ان شاء الله. تمام؟ مالوش اي علاقه، مفيش اي حاجه من ده. وطبعا هم الموقع متكلم على كبر حجم الانف، وله سبب اللي بتشتكي منه الستات كتير قوي اثناء الحمل، وله سبب واضح، ده تجمع الست بتورم وبتنفخ بسبب هرمون الاستروجين وزيادته، وله سبب واضح هنا. طيب اذا كان هذا الوهم عايزين نتكلم عليه، فللاسف الشديد في وهم بقى وكلام غير علمي اهو على موقع، على احدى المواقع الإخبارية على الإنترنت، موقع صاد البلد بالاسم، مكتوب كده، بصوا العنوان بقى، بصوا العنوان: باحث مصري يكتشف علاج فعال للعقم. طبعا يا عيني المتاجرة بآلام وأحلام الناس، المتاجرة بمريضات تأخر الحمل، باحث مصري يكتشف علاج فعال للعقم. ثم تقرأ الناس طبعا ما مش فاهمة اللي بيتكلم، الكلام المكتوب معظمه لأن مش متخصصين، مش تخصصهم. فتكتشف ان هذا الباحث باحث في الكيمياء الحيويه، وانه ليس طبيب ممارس لمهنه، وانه باحث في المركز القومي للبحوث، يعني راجل اكاديمي تماما عمره ما شاف مرضى، وان البحث اللي معمول بحث معمول على الفئران، وان البحث المعمول ملوش علاقه بواحد ولا واحده عندهم عقم وتاخر حمل وبنعالجهم. لا ده بحث معمول عشان الناس اللي بيضطروا ياخدوا علاج اشعاعي وهم صغيرين، سواء ست جالها اي ورم او راجل جاله اي ورم واضطرينا لعلاج اشعاعي، العلاج الاشعاعي ممكن يدمر خلايا الابيض عند الست والخصية عند الراجل، فيقلل عدد البويضات عند الست والحيوانات المنوية عند الراجل. فهذا الباحث بيحاول ان يبحث عن حاجة تقلل الاثار الجانبية للعلاج الاشعاعي اللي لو خدناه في حد بيخلف سيصبح عنده ضعف في قدرته على الانجاب. والبحث اكتشف ان هذا لا دور له في الرجال، رجال الفران، ها، وانه احيانا بيحافظ على البويضات في اناث الفران. تمام؟ يقوم العنوان اللي يتكتب
باحث مصري يكتشف علاج فعال للعقم. طيب نسمع كمان. قلت الحلقة اللي فاتت وبقول تاني وبعلو الصوت وبتحداه. اللي بيقول لي الست هديك ليبرون في عنق الرحم، ها؟ هو ليه اختار اسم الحقنة دي؟ عشان حقنة غالية بألف ويه. مش عايز اقول لكم هو بيحقنها بايه وبيديها العلبة ايه، تمام؟ ومفيش حاجة دور للدواء ده في عنق الرحم، ومفيش حاجة اسمها فيروسات في عنق الرحم، ومفيش حاجة اسمها عندك سم، ومفيش حاجة اسمها سم نحل. وقلنا الكلام ده من سنين في البرنامج ده. نسمع كمان. بحث مزور ويتقال فيه ان عالجنا ستات عندهم فشل في وظائف المبيض بالخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية امل لكنها ليست واقع. الخلايا الجذعية قد تكون في المستقبل علاج لكنها لا تمارس علاجيا. ونقابة الاطباء المصرية اصدرت بيان واضح ان الخلايا الجذعية لا دور العلاجي لها، ولم تصرح باي حد يستخدمها في اي علاج، وانها ما زالت في اطوار البحث وغير مسموح بها غير باجراء ابحاث. وحتى هذه الابحاث لا تمارس على اشخاص ومرضى، وبتمارس على حيوانات. ده نقابة الاطباء. يوم حد يقول لا ده احنا عالجنا ورجعنا للستات دورة، و دي كانت لها دورة وحملت وولدت. وطبعا متجرة بآلام الناس وأوهامهم، وهم وتصدير وهم وأحلام، ودفع فلوس قد كده ومئات الألوف، وهو يعلم علم اليقين إن اللي بيعمله ده هراء. كل مؤتمر بنتكلم فيه على الخلايا الجذعية، الخلايا الجذعية هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ مش حكي كلام مؤكد، هتعمل إيه؟ نظرياً بنتخيل إن احتمال ننجح فيه الكلام ده إن شاء الله في حياة أولادكم وأحفادكم، قد يكون له، قد يكون له أثر علاجي. لا يوجد شيء ده. ويا عيني بيستغلوا مين بقى؟ الدرجات المتقدمة من كل الأمراض. فتلاقي في الرمض اللي عنده ضمور في العصب البصري اللي هو لا يمكن أن يعالج طبيا ويأس من العلاج الطبي، يوم يا عيني من ضعفه يلجأ لدول فيتجروا بآلامه. عايز يشوف اللي ما عندوش حيوانات منوية ويحقنوا له في الخصية، واكتشفوا إن الحقن بتاع الخلايا الجذعية في الخصية مش بس ما بيجيبش نتائج، لا ده ده كارسينوجينيك، ده بيجيب أورام سرطانية. ها؟ واللي يقول لست هحقن لك خلايا جذعية في مبيض عشان انت ما عندكيش دورة، والمفروض ده يتم من خلال منظار، وهو بيستخدم سونار مهبلي في المبيض الضامر اللي يمكن يعرف يخش فيه بالإبرة، فبيرمي الخلايا الجذعية دي في تجويف البطن وهو شيء خطر. لمثل هذا فليعمل العاملون ان يكون سيرتهم احسن من كده. يجب ان تكون الممارسة الطبية اعلى من كده. لو سمحتم لا تسمحوا لانفسكم ان تكونوا البضاعة التي يتاجر بها مثل هؤلاء التجار. ودورنا ان نحاول نرفع الوعي وندي المعلومة العلمية الصحيحة على العهد والوعد اللي بينا دايما. كل السيدات وكل الانسات، للأسف كالعادة الوقت مر بينا، ارجو نكون بالبشرة جينا وبالعلم والمعلومة العلمية المفيدة الصحيحة جينا. وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا. وبإذن الله اجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي دايما يا رب اللي بينا ما تتقطعش بشرة خير. الحلقات القادمة لارتباطي بعدة مؤتمرات، قد بعض الحلقات لا تكون على الهواء، لسه مش قادرين نحدد بس المؤتمرات والترتيب بتاعها والسفر وكده، لكن إلى أن ألقاكم على الهواء مباشرة أو مسجلا هتوحشوني. ويا رب دايما 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 يفضل اللي بينا بشرة خير. نسألكم الدعاء. ولكل سيدات الوطن العربي وللسيدة نادية من المغرب مبروك مولودك اليوم أهو على الهواء. يا رب أشوفكم بكل خير ويفضل اللي بينا على الدوام بشرة خير. والبركة في البيت حلت، والبركة في البيت حلت، الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات، بالصبر متعبه هتهون ومشاكله معاه.